بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. اختار انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافة والأمن والصيانة يا أستاذ عبد الحميد عايزين نعودها تجهز أسرع من كده عشان نخلص يعني. أمرك. أمنتي بقى يا مروة. أيوة فندم. ده بالنسبة لك هيبقى أول مشروع كبير هتعمليه للشركة، فأرجوكي عايز حاجات لطيفة مش تقليدية يعني، ولا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب إحنا كده اجتماعنا خلص، الأسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث أي جديد. ماشي. شكرا. تفضلوا. ما تمشيش يا مختار، أنا عايزك. ها. حاضر. استاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ مختار. ها؟ انا عايزك. حاضر. بعدين